قولي لي ايه اكتر رد فعل جالك بعد الفيديو؟ فرحك واكتر رد فعل ضايقك او اكتر كومنت؟ اكتر حاجه فرحتني ان احنا حبينا الشرقيه قوي، انتوا ولد جميله، انتوا ناس جميله، انت دمك خفيف. الحاجات القليله قوي اللي جت بس زعلتني ان في ناس من الشرقيه يعني من الزقازيق تحديدا زعلوا، قالوا لا انت كده الناس تفتكر ان احنا بنتكلم كده. فانا وضحت حتى يعني فوق، كتبت فوق الفيديو يا جماعه دي لكنة بعض الكرة، بس انا رديت على الناس دي قلت لهم حتى لو الناس افتكروا ان الزقازيق بنتكلم كده دي حاجه ما تعبناش ابدا ابدا. بالعكس ده انا في ناس كتيره بتفضل تقولي اتكلمي باللهجه. انا على فكره حبيتي جدا وانت بتتكلمي أيوة باللهجه دي ودمك خفيف يعني زايد اكتر حلاوه. وناس كتيره جدا بقت تبعت لي اعرفهم ما اعرفهمش من الفانز ترجمي لنا بقى الكلمات اللي انت قلتيها. ترجمي انت قلتي ابو زنون وابو ايه؟ لا لا مش حلوه مش طب اللي بعدها كانت ايه؟ شوار يعني بنشور يعني بنجهز. اوكي وما كنتي بتشتميه؟ لا ما هي شتيمه، هي معناها كلمه مش وحشه بس كلمه معناها مقرف شويه. اوكي لا ماشي اللي بعدها لا برضو معناها مقرف شويه بس طيب مش كلمه مش عيب يعني. اوكي كلمه عاديه اي حد ممكن يقولها كده. بس موسى قولي لي دلوقتي لو جالك دور هتتكلمي بالبنت كده شرقاويه هتعملي ايه؟ هتتمني ها؟ طبعا انا اعتقد ان الدور ده هيجي لك قريب يا رب بعد ما الناس سمعوكي بتتكلمي باللهجه شرقاويه. بصراحه انا نفسي.